أكد القائد العام في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أن خطة إنسانية سترافق معركة استعادة الجانب الأيمن للموصل لضمان سلامة المدنيين. توجيه القائد العام للقوات المسلحة المحترم أنه المواطن أولا، فلذلك نحن نقدم الجانب الإنساني على الجانب العسكري، وفعلا نجحنا نجاح كبير أبهر العالم في التعامل الإنساني. وتعتبر معركة الموصل هي أول معركة بعد الحرب العالمية الثانية أنه تقاتل في مدينة تعدادها أكثر من 1.5 مليون، ووجود الإرهابيين داخلها.